مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار بالتعاون مع المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك فعالية بعنوان السماء من فوقنا. احنا النهاردة عملنا معرض مهم جدا، هو اسمه السماء من فوقنا، هو معرض بنعرض فيه في هذا المعرض المتميز لصور عديدة جدا للكارنك، والصور دي طالعة من الاركايف بتاع واحد اسمه هنري شفريه. هنري شفريه ده كان راجل معماري وكان مصور عظيم جدا في الباسة الفرنسية اللي كانت بتشتغل في الكارنك من فترة زمنية بعيدة جدا من اوائل القرن العشرين. I made all these images that you've seen here, and I made them from archival images. So what I did is that I went through Henri Chevrier's archive that are glass plates from the beginning of the 20th century, and I reframed the images and gave them new names to give them a new opportunity to live. زمان كنا بنصور وبنستنى الصورة شكلها ايه بعد ما نحمض ونعمل نيجاتيف ونستنى الصورة، ممكن الصورة تطلع بيرفكت وممكن الصورة تطلع وحشة، فكانت الصور دي اللي فيها ميستيكس او حاجة كده هي اول معرض معمول عشان كده. يعني مثلا واحد يبقى واقف يتصور، لا راح الكلب طالع جنبه ما خدش باله ان الكلب اتصور معاه، الصورة الرملة مثلا جت على الصورة نفسها. في بقى كل المعرض عن الموضوع ده، فدي كانت فكرة جديدة وبالتالي تجذب الانتباه. طبعا الهدف منه ان احنا نعرف يعني جمهور الاسكندريه بهذا الارشيف المهم وبهذه القطعه الاثريه وبالكرنك عموما. نتمنى ان كل جمهور الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه يجي يشوفوا، واشوفوا صور جميله جدا بتبين قد ايه الناس دي كانت بتحب وما تزال الاثار المصريه واهتمام الفرنسيين بالاثار المصريه عبر الاثار. الفنون التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بحفل طلاب مدرسة الفنون لدارسي الآلات السيزوكي البيانو والجيتار. This is the way you're sleeping, and
الشائعة في الكتابة باللغة العربية. كان هذا هو عنوان ورشة العمل التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية. احنا النهارده احتفاليه قطاع المكتبات باليوم العالمي للغه العربيه. طبعا اليوم العالمي للغه العربيه بتعلنه الامم المتحده، وطبعا من خلال الاعلان عن اليوم ده احنا نظمنا ورشه عن الاخطاء اللغويه الشائعه في الكتابه باللغه العربيه. والحاجة التانية برضو معانا الحقيقة الأستاذ حسام مصطفى إبراهيم، هو كاتب ومؤسس مبادرة اكتب صح، ومشهور جدا على فكرة على السوشيال ميديا، يعني لو حضراتكم تحبوا تتابعوه. عامل مبادرة جميلة جدا اسمها اكتب صح، وبيتكلم عموما عن الأخطاء اللي احنا بنعملها من غير ما نقصد في الكتابة باللغة العربية. الورشة النهاردة تطرقنا فيها لأهمية الكتابة بشكل سليم، أشهر الأخطاء اللي ممكن نقع فيها سواء أخطاء إملائية أو نحوية أو أسلوبية، إزاي نضبط هذه الأخطاء، إزاي نكتب الهمزة ألف الوصل وهمزة القطع سواء في أول الكلمة، نكتب الهمزة المتوسطة الهمزة الأخيرة، إزاي نفرق بين الهاء والتاء. وختمناها بمسابقة بسيطة، الناس كانت تقطع بعض جوه عشان الجوائز كانت كتب، ودي حاجة لطيفة جدا يعني. والحمد لله أنا راضي، يعني في تفاعل كبير، وده يثبت إن اللغة مشكلتها مش فيها ذاتها ولكن في طريقة تقديمها. حاجة جميلة برضو النهاردة إن أغلب الحضور الحقيقة من الشباب، أنا دي حاجة استوقفتني جدا، يعني عندنا حوالي 150 شخص كلهم أو أغلبهم من الشباب، فأنا سعيدة جدا إنه شباب مهتمين بموضوع مهم زي اللغة العربية والكتابة الصحيحة. مشاهدينا، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللتعرف على كل ما هو جديد بالمكتبة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org. وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية.